بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. قبل رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور هاني فوزي الملكي، معالي الدكتور زياد فريس محافظ بنك المركزي الأردني، سعادة الدكتور جوزيف ربيع رئيس اتحاد الدول للمستثمرين العرب، عضو الأستاذ موسى علي شحاتة عضو مجلس إدارة الاتحاد وممثل المصارف الأردنية ورئيس جمعية الملوك في الأردن، أصحاب معالي والسعادة والسيادة، السادة الزملاء وقيادات المصارف العربية، أيها الحضور الكريم، يشرفني بداية أن أتوجه باسمي وباسم مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية وأمانته العامة إلى المملكة الأردنية الهاشمية ملكا وحكومة وشعبا بجزيل الشكر والتقدير على استضافته فعاليات هذا المؤتمر، وأتوجه بالشكر والتقدير لدولة رئيس مجلس الوزراء الأردني الدكتور هاني فوزي الملكي على رعايته لأعمال هذا المؤتمر إلهاما وشكرا موصولا إلى معالي الدكتور زياد فريس محافظ بنك المركزي الذي يحث دائما على تقديم كل الدعم والرعايات في نشاطات الاتحاد. كما يسعدني أن أرحب أصحاب المعالي والسعادة والسيادة المشاركين في أعمال المؤتمر من الدول الشقيقة والصديقة وممثلي الجهات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية والجهات والمؤسسات المتعاونة والراعية، ارسال الحضور المعدين والرابط والبحوث والمعقبين عليها، والمشاركين في إدارة الملفات، لكل من ساهم في تحقيق عقد هذا المؤتمر. أيها الحضور الكريم، يواصل اتحاد المصارف العربية مسيرة اللقاءات والمؤتمرات الرامية إلى حشد الأهداف المصرفية والمالية والاقتصادية لمتابعة ومناقشة التطورات الاقتصادية والمالية العالمية والعربية وانعكاساتها ومخاوفكم من التحديات أمام اقتصاداتنا العربية وطاقاتنا المصرفية العربية. وفي هذا الإطار يأتي مؤتمرنا اليوم لمناقشة آلية متطلبات التنمية الانسداد في العالم العربي انطلاقا مما تشهد اقتصاداتنا العربية بصورة عامة متراكمة في معدل النمو الحقيقي نتيجة الاضطرابات السياسية والاجتماعية والأمنية المستمرة في المنطقة، والضغوط التي تتعرض لها بعض اقتصاداتنا العربية والتي انعكست على كافة القطاعات الاقتصادية. فعلى الرغم من توقعات تشير إلى بلوغ متوسط النمو في المنطقة العربية 2.3% عام 2015 و 2.7% عام 2016، ومتوقع أن تكون نسبة النمو 3.7% عام 2017 من دون اكتساب اليمن وليبيا، إلا أن هذا النمو يتسم بالتباين بين قوة تشهد انتعاشا اقتصاديا من قوم على تصدير الطاقة والسياسات المالية والنقدية التوسعية، وبين قوة تعامل قوة اقتصادية في ظل ارتفاع مبلغ في التضخم وتقلص حركة رؤوس الأموال الأجنبية الوافدة إليها وزيادة العجز في حسابها الجاري واستنزاف مخزونها من الاحتياط الأجنبي وتدهور المالية العامة، ما دفع بعض إلى التشدد في السياسات المالية والمالية. وهنا أود أن أشير أن طاقتنا المصرفية العربية تتمتع بدور طبيعي ومميز في مرحلة تأمين التوازن المطلوب للاقتصادات العربية وخصوصا بالنسبه للتنميه الانسداد، وذلك باعتبار ان المصارف العربيه لا تنقص الامكانات ولا القطاعات ولا الموارد البشريه، بل ينقصها الامن والاستقرار ووضع استراتيجيات وخطط داخليه للتعامل مع مجريات الاحداث، حيث تشير الاعتراف الى ان حجم الائتمان الذي منحه القطاع المصرفي العربي حتى نهايه 2016 بلغ حوالي 1.9 تريليون دولار، وهو ما يشكل نحو 76 حجم الناتج المحلي الإجمالي العربي، محقق النمو حوالي 8%. وفي نهاية عام 2015، إضافة لدور العام الذي عمل اقتصاد القطاع المصرفي العربي في تأمين المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، العدد الأكبر من الأفراد والمؤسسات. خصوصا توجه اليوم الى نحو فئات المجتمع الهامشه من ذوي الدخل المحدود، وهذا ما يمثل عاملا اساسيا لتحقيق التنميه المستدامه، تحسين مستوى المعيشه وتمكين المراه
وكل من ساهم في انجاح هذا اللقاء